Dewan Hakim yang kami hormati, Qori'ah yang memiliki nomor peserta TQ 259 akan membacakan surah Maryam dimulai dari ayat 66 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّهِ
bika hum awla biha siliya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ خير مقاما وأحسن نديا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم.